الغزالات ديالي كيفاش عاملين مزيانين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي تكون بيناتنا دردشه، ما غاديش يكون يعني طبخ او لا يعني كوزينه، غنحيدو منها اليوم. اليوم غادي تكون دردشه مهمه جدا. هاد الدردشه هادي كتخص وليدتنا بصراحه. يعني اخترت اليوم الموضوع ديال النوم عند الاطفال بحكم انني مريت من هاد التجربه هادي، وكانت عندي صعوبه في اني نعس وليدتي بالليل. فانا عملت واحد التجربه ولقيت معها نتيجه، وبغيت نتقاسمها معكم باش تعم الفائده للجميع، وفي نفس الوقت يعني النساء اللي ماجين مجداد، يعني العريسات اللي عندهم وليداتهم باقين صغار وبغاو شي طريقه يتعاملوا بها مع وليداتهم، وبغاو شي طريقه يعني صحيه وسليمه باش وليداتهم ينعسوا ويفيقوا يفيقوا ناشطين، ويقدروا يفطروا في الصباح، يقدروا يمشوا المدرسه، يقدروا يكبطوا داكشي اللي كيعطوهم الاساسيات في المدرسه، يعني يستوعبوا. يعني هاد الفكره انا لقيت فيها راحتي وبغيت نتقاسمها معكم اليوم ان شاء الله. انا عندي هاد الفيتر هذا، يعني ها نتوما شوفوا معايا، دايره ملخص ديال هاد الموضوع، لان باش ما نهضرش هكا عشوائيا، يعني حتى كندرس الموضوع بجديه غاد عاد كنطرحو عليكم. يعني انا هذه التجربه ديالي الشخصيه، هذه جربتها ولقيت نتيجه عليها وبغيت نتقاسمها معكم. وفي نفس الوقت استعنت بواحد الكوتش اسبانيه، يعني هي طبيبه اطفال وفي نفس الوقت كوتش، يعني كتعامل كتوريك كيفاش تتعامل مع الطفل. فاستشرت معها وخديت منها الاذن، وكانت هي مرحبه بالفكره، وقلت لها بانني خصني نساعد اطفال اخرين. داكشي اللي تلقيته ولقيت نتيجه فيه لولدي خصني نتقاسم مع النساء باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم في الساعه ديال النعاس. فرحبت بالفكره، كنوجه لها تحيه من هذا المنبر. هذا الكوتش هادي اسمها كونسول ارويو، صراحة فادتني بزاف، وتا انا بدوري غادي نفيد المهتمات بهذا الموضوع هذا. يلا بينا نشوفوا المراحل ديال النوم وكيفاش غادي نتعاملوا مع وليداتنا. المهم اول حاجة هي اذا خممتوا ملي كنجيو نعسوا وليداتنا بالليل شنو كيكون؟ اتفقوا معايا في واحد الهضرة كاملين بكم، اننا كنبقاو نوض نعاس، غدا المدرسه. هذه ديال الفئه ديال العيال ديال 10 سنين 8 سنين 7 سنين، يعني وحنا غاديين حتى ديال 3 سنين 4 سنين. اون فوا كندخلوهم مدرسه كنبقاو هذه الجمله هذه، نوض نعاس غدا المدرسه، وديك الطفل كيبقى يمشي من هذه الجهه ويرجع من هذه الجهه، ويخرج لك يعني المبررات، ويخرج لك عاوتاني جبد القشه واش عاد هو عاد حلالو يلعب، عاد تحلالو يقرا، عاد يعني عاد كتحلالو يدخل للتواليت حاشاكم، عاد كتحلالو المهم كيخرج لك مبررات باش هو ديك الطفل ما غاديش يمشي يلعب. سمحوا لي اذا كنت كنشوف، انا كنشوف غير النقط الاساسيه. اذا حنايا في هذه الحاله هذه كنبقاو نغوتو ونجعقو، لا سرت نعاسه جي سخفتيني، هذه كندخلوا نعسو معاهم، يعني كنعسوهم ولكن حنا راه مخليين التلفازه، مخليين الضو شاعل، كيفاش هاد العائله غادي ينعس؟ انا كنت كنعملها مع بنتي، كيفاش هاد العائله تنعس وانتينا باقا شاعله التلفازه، باقا فايقه، باقا موقده، باقا يعني في الحاله ديالك ديال الصحيان؟ راه من المستحيل انك تنعس، اولادك الطفله تنعس. انا يعني من بعد شنو شفت؟ كنشوف انهم كيترهقوا، يعني كينعسوا معطلين في الصباح، كينوضوا ما كيبغيوش اصلا ينوضوا، ومين كتفيقوا يعني فوخص مرخيين، مين كتبغي تفطروا ما يفطروا لك شي نورمال، لانه ما باقي فيهم النعاس. اذا اضطر انك تديهم هيداك للمدرسه. ملي كتديهم من المدرسه ودا سقسيت الاستاذه تقول لك هذا دائما مرخي، ما عندوش الكانه، راسو كيحرقو، اولا المهم في واحد الحاله صعيبه، وانتينا بيدك كتفيق مهلوكه، كتفيق مسخسخه بديك الغوات اللي غوتي بالليل. اذا خصنا الحل هاد المساله هادي اول حاجه. وقبل طبعا ما نتحدثوا على هاد المساله هادي بالتفصيل، خصنا نسطروا على الاسباب الحقيقيه ديال النوم عند الطفل. حنا كاملين يعني بدون استثناء
يعني كنقولوا هذه الجمله هذه اللي شهيره، ان الجيل القديم اللي هو ديالنا حنا ولا اللي قبل منا كانوا العيال كينعسوا كيسمعوا الهضره، مي كتقول لهم ماماهم سير تنعس كيمشي، يعني نيشان كيمشي ينعس، مي كتقول لهم مثلا ماماهم جلسوا كيجلسوا، اذا جاو عندهم الضيفه مي كتقول لهم ماماهم كتشوف فيهم بعينهم هكا يعني كيمشيو. حنا كاملين هذه جمله كنقولوها ومتفقين عليها، مي انا ملي بقيت كنخمم فيها انا بتاتا ما متفقاش مع هذه الفكره هذه، لان الجيل اللي قديم هو الجيل ديال دابا. شنو اللي تغير؟ تغيروا هي الاشياء المحيطه بنا، بمعنى ان الجيل القديم كان كيسمع الهضره، ياه كان هادشي كله كيعملوا، حتى هذا الجيل هذا يقدر يسمع الهضره، اذا حيدتي له التليفون، اذا حيدتي له التلفازه دابا وساعه، اذا سمعتي له، لان احنا والدينا كانوا كيتصنتوا لنا، علاش؟ لان ما عندهمش شي حاجه اللي كتلهيهم، ما عندهمش شي مسلسل اللي هما كيتسناوه، ما عندهمش التليفون، يعني بزاف د الوسائل ما كانتش عندهم. شنو كانوا عندهم؟ وليداتهم وكيصغيو لهم وكيتصنتوا لهم، رغم ان الامهات واخا ما كانوا شي قاريين، يعني كانوا موقدين مع ولادهم، يعني حاضين وليداتهم. حنا دابا في هذا الجيل هذا راه كنهضر حتى على راسي، اننا تلهينا في التلفازه في مواقع التواصل الاجتماعي بالسلبيات ديالو وبالايجابيات ديالها، يعني التليفون ما كنحطوهش من يدنا. مي كاينه، ما نعممش، كاينه بعض النساء اللي عندهم التليفون حتى كيساليو الاشغال ديالهم، حتى كيساليو مع وليداتهم، وكاينه اللي الله يهديهم مي كيشبروا التليفون في الصباح حتى ما عرفش من وقت، يعني ما كيعطوش الوقت الكافي لوليداتهم. انا اللي بغيت نوضح ان هذه المساله هذه راه كتاثر على الاطفال بزاف، كتاثر حتى علينا، راه اذا جيتي تخمم غتلقى النظر غادي ينقص، كتلقى بزاف ديال كنتلهاو الشغل ما كيكملش، علاش؟ لان كنبقاو مراهي غير هذه غير هذه هذا الفيديو ولا غير هذا يعني المسلسل. كان الامهات ديالنا قبل كان عندهم مسلسل واحد من 6 ما عرف 6 د العشيه كانت كتبدا التلفازه كيتفرجوا مسلسل واحد، حنايا 66000 مسلسل يعني كيخصك تشوفهم كاملين. لهذا انا ما متفقاش مع الموضوع ديال الجيل قبل ماشي هو الجيل دابا، انا اللي متفقه معاه هو الاشياء اللي كاينه دابا ما كانتش قبل، هادشي انا متفقه معاها. المهم حنا دابا خصنا الحلول، نوضح لكم هو دابا اذا بغينا حنا ولادنا ينعسوا راه حتى حنا خصنا ننعسوا، ماشي غير هما، يعني خصنا نطفيو التلفازه، نطفيو الضو، نتخشاو معاهم في الفراش، او على الاقل كل واحد عنده الكاما ديالو، حتى الام تدخل البيت ديالها، وعلى الاقل انا عارفه راه كنجربتها من راسي ما نقدرش نعس مثلا في 8، على الاقل نوهم باني انا نعس في 8 غير كخدعه. علاش؟ لان اذا العيال شافوا الوالدين كينعسوا بكري راه حتى هما اوتوماتيكمون غادي ينعسوا بكري، هذه من جهه. من جهه اخرى الطفل خصك تعودوا على واحد الساعه معينه د النوم، ماشي اللي ما ينعس 8 غدا ينعس في 10 بعدا ينعس في 11. انا درت هذه التجربه مع وليداتي، كنعسوا ما بين 8 ل 9. علاش؟ لان عندي واحد الظرف اللي هو صعيب شويه، ان بنتي كتدخل الدار حتى ل 8، عندها اكتيفيداديز يعني على برا، كتدخل الدار حتى 8، يعني يلاه ما تتعشى وتطرف هكا تحك سنينات وهذا، يعني كدي لها ديك الساعه المكانه. هادشي راه هي عامله الديبيريس من قبل، عامله لي دوفوار ديالها قبل، يعني عندها واحد الساعه المكانه ديال هاد الاستعدادات هادو، عليها هاد العام يعني خليتها تنعس حتى 9. ولكن عندي 9 ما تفوتهاش نهائيا، لا هي ولا خوتها، كندخلهم ينعسوا انا كنعمل راسي نعسه. اول حاجه هي بعد المرات كتقول لي ماما ما فياش النعاس، كنقول لها واخا متفقه معاك ما فيكش النعاس، كنشعل الفيوزه حداها تقرا قصه ضروري، وانا كنهز الكتاب حتى انا كنقرا معاها. وبيني وبينكم يعني هذه بين قوسين، بعد المرات راه البال ديالي طايش، وديك القصه راه ما كتقراش، باش نكونوا واضحين باش ما تقولش هي صرا كتقول لنا شي حاجات اللي هي ما كايناش. فعلا كنهز ديك الكتاب هكا كنعمل راسي كنقرا، واخا كيكون بالي طايش زعما بزاف د المواضيع نتوما عارفين الله يحسن العوان، ولكن كنوهموا باني انا راه كنقرا قصه معاكم باش هما طلع فيهم ديك الغريزه ديال القصص. ولدي الصغير اللي ما كيقراش، يعني باقي في بي 4 ما كيقراش القصص،
كنقرا له انا واحد المقطع اولا كنخلي اختو هي تقرا له شي قصه هكا، ومن بعد ملي كنشوف ديك الثلث ساعه دازت ولا نص ساعه كنقول لهم صافي شدوا الكتاب دابا غنعسوا. كنعسوا يعني كاملين طفي الضو حتى كنحس بهم صافي غرقوا في النعاس، عاد كنتسحب من موضعي ونمشي لبلاصه التلفازه ونشعل هي ضو خافت، واذا كان عندي شي شغل كنقضيه رانا كنقضيه ولكن بالحس يعني ما كنبقاش مقرقب باش هما ما نصدعهمش بالليل. يعني انا مبلية بالاعمال اليدويه والطرز والمسائل سكيفي، انا كنقضي هذاك الشيء حيت انا ماشي حيت ما باغاش النعاس صراحه، كيكون فيا النعاس في ديك الفتره هذيك غير وكان عندي راجلي كيدخل بالليل، يعني هذا عاوتاني مشكل اخر ان راجلي كيدخل حتى لوحدات الليل. كنظن ان الاغلبيه ديال النساء اللي في اوروبا كيعانيو من هذا المشكل هذه، يعني هذه هي الغربه ضروري كنتقبلوا اي خدمه وفي اي ساعه المهم. ولكن كنوصل لوليداتي بان باباهم هذيك الظروف ديال العمل ديالو انه كيخدم بالليل، ما يكونش متواجد معاهم في الساعه ديال العشاء، ما غاديش يكون يعني ما متواجدش معاهم الساعه ديال ما يكونوا يحفظوا. هذا هو الدور ديال الام، خصها تكون يعني مقيده وموقده مع وليداتها في هذه الفتره هذه، ماشي تقول لهم باباكم في الخدمه صافي نعسوا صدعتوني او لا من شيء من هذا القبيل، لا. يعني الام الراجل الله يحسن عوانه راه هو مشى خرج على برا، الام اذا كانت خدامه راه هي الظروف ديالها ما كتسمح لها شيء، ولكن اذا كانت ربات بيت راه خصها تكون كتوصل لولادها بان الاب خدام، اذا حنايا غادي ما غاديش نوقفوا المسيره حيت الاب خدام اولا نتسناو حتى ل 12 الليل، هذه من المستحيل. يعني خصها توصل لوليداتها بانها باباهم راضي عليهم وفرحان بزاف حيت كيسمعوا لها الهضره وكينعسوا بكري ويعني شيء من هذا القبيل هذه. ولكن واحد الحاجه في الصباح ضروري ما خصو يفطر معاهم، حتى ما كانش كيتغدى معاهم ولا كيتعشى معاهم بالليل، ضروري واحد الوجبه خصو يكون كيعملها مع وليداتو، واخا يكون خصو يزيد ينعس. يعني انا هادي راه جلست انا وراجلي وفتحنا حوار، قلت له راه ما يمكنش هذه راه حياه طويله وهادو اطفال، ما يمكنش انك ما عمرك تفطر معاهم ما عمرك تغدى معاهم ما عمرك تعشى معاهم عنده مره واحده في النهار ديال يعني ديال العطله ديالو، يعني خصو ضروري التواصل. واخا مسكين كيجي مهلوك بالليل في الصباح ضروري الفطور في الصباح كيكون جماعي، ويعني هادشي اتفقنا عليه انا وياه بلا وليداتنا، يعني جلسنا انا وياه بيني وبينه، يعني هادشي اللي كنبغي نوصل لكم، هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم. تحاوروا مع الازواج ديالكم بان واخا يعني انا راه خدامه وليداتي ولكن في الصباح انا موجود، هكا ثقوا بيا اللي عنده وليدات ما كيفطروش في الصباح غادي يفطروا، كونوا على يقين. انا كنعمل هذه عن تجربه، انا وليداتي دابا الحمد لله انهم كيفطروا وكيكملوا الفطور ديالهم اللي كتب الله، ما نقولكش كنعمل لهم شي حاجات يعني اللي كتب الله، رانا كنعمل لهم داكشي البلدي ديالنا ديال المغرب، ما كنعمل لهمش السرياليس نهائيا، يعني التيشه بالحليب، كنعمل لهم الخبز زويته بلديه واتاي، كنعمل الحليب والفرماج في الخبز، يعني اللي كتب الله غير وكان فطور جماعي اللي غنفطروا انا غادي يفطروا ولدي غادي يفطروا الزوج ديالي باش الوليدات يتشجعوا. كنزوق لهم هكا مره مره باش كنحيد لهم من الروتين. السبت والحد كنعمل لهم الممنوعات في الفطور، يعني بحال كيكه بحال هذه، يعني كنعمل لهم بالسبت والحد يفطروا بشي حاجه حلوه، ولكن في ايام ديال الدراسه كيخصني فطور يكون صحي. المهم ملي اتفقت انا والزوج ديالي هكا في الصباح اش كيعمل هو، يعني انا بالليل كنقول لهم بان باباكم راضي عليكم وغادي يكون فرحان حيت نعسوا بكري وبحال هاد الهضيرات هادو. الاب ملي كيفيق في الصباح كيتولى هو المهمه، كيبقى يقول لهم انا فرحان حيت البارح راه ماماك اليوم مي سقسيتها قالت لي راه نتوما نعستوا وسمعتوا لها الهضره وغسلتوا يديدات وحكيتوا سنينات وسمعتوا الهضره ماماكم، انا فرحان بكم، انا هاد يعني هاد الويكاند غادي نخرجكم غادي نديكم شي، يعني ماشي على ما كانوا يديهم الماكدونالد ولا يديهم شي اماكن اللي الانسان ما يقدرش عليها مدينه، واخا غير للبارك واخا غير يخرجوا من الدويره راه كيفرحوا بالاب ديالهم عمل لهم هكاك، يعني واحد الجائزه اللي هي بسيطه. انا خدام الخدمه كنخدم كنجي حتى الليل، بحق انا ملي جيت راه بوستكم بالليل وفرحت بكم بالليل وانتم ناعسين،
ودابا انا غادي نخرج ان شاء الله في العطله، غادي نقصروا بالليل في العطله، من يعني من تكون العطله ما نعسوش بكري، غادي نبقاو معاطلين كيفرحوا، انا ولادي كيبقاو يتسناو ديك العطله. علاش؟ غدا نوايكولي يعني غدا شنو كاين الفشطه، يعني بالليل غيبقاو حتى من وقت، وهما راه ما كيقدروش وكينعسوا. يعني كنقول لهم انا غتبقاو حتى 12، عندهم 12 كيوصلوا ل 10 الحدا، صافي ميتين، خصهم ينعسوا. المهم هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم، ونتمنى تعجبكم الفكره ديالي، ونشوفوا عاوتاني المرحله اخرى. انا غنشوف هنا، نتمنى نكون وصلت لكم الفكره ديالي. الملخص ديال هادشي اللي قلت لكم هو اننا خصنا نبدلوا السلوك ديالنا، نمط العيش خصو يتبدل تماما. الملخص ديال هادشي اللي قلت لكم هو اننا خصنا نبدلوا السلوك ديالنا، نمط العيش خصو يتبدل تماما. كيفاش غادي نبدلوا نمط العيش؟ التغذيه السليمه عند الطفل، خصنا نبدلو التوقيت النوم، ماشي اليوم نعس 9 غدا ينعس 11 الليل. خصنا حتى حنا نوهمهم، ولو اننا نوهمهم بانهم خصهم ينعسوا كاملين بين الدار كلها تنعس، وديك الساعه تصحى بحال اللي كنعملوا كاملين، لان لا يمكن. انا ما كيجينيش النعاس وراجلي باقي خدام، يعني هذا. اما الام اللي الزوج ديالها كيدخل بكري راه احسن حاجه، خصهم يتعودوا كاملين على واحد توقيت النوم، على انه يشوفوا الاب ديالهم كيقرب حتى هما يقراو. شوف انا راه كانت عندنا واحد السيده في المغرب، مرا كبيره ما قارياش مسكينه، وكانوا عندها وليداتها، كانوا كيجيو يعرضوا عليها الوليدات ديالها، ما عمرهم عرفوا ماماهم انها عمرها قرات، كانت كتوصل الكتاب وتجلس. المهم كيعرضوا عليها القران ولا التربيه الاسلاميه، المهم داكشي اللي كنا كنديروا في المغرب، كيتهز الكتاب كتعملهم طن 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 طن. اذا شفتهم كيتمتموا كتقول لهم غالطين، سيروا رجعوا حفظوا، واذا شفتهم حافظينها مزيان كتقول لهم صافي دابا مزيان راك حفظتوها. تكبروا وخدموا وتزوجوا عاد عرفوا ماماهم ما عمرها قرات. يعني انا هادشي باش نوصل لكم، ان حتى دابا شي ام كتسمعني انها ما قارياشي، ماشي تقول حيت هادو قارين، لا، راه كاملين بينا كنتعلموا من الاخطاء ديالنا. الام حتى لو ما كانتش قاريه، على الاقل تنميو في ولادها القرايه باش يخرجوا باش يقراو. هاد يعني حنا في واحد الجيل اللي خصنا نقريوهم، خصنا نطلعوا وليداتنا على واحد مستوى معيشي محسن. قبل كانت التغذيه سليمه، كان ما كانش هادشي ديال المعلبات ديال لي بواط ديال هادشي ديال لي كونسيرف بزاف، ما كانش الناس طلعت صحاح. دابا لا، دابا اذا بقينا نحلوا العيال غير داكشي د لاطات ونوكلوهم راه غادي يطلعوا فاشلين. انا كنقول الله يحسن العون، الام اللي خدامه راه صعيب توفق هكا وهكا، ولكن راه خصها تعمل هادشي لان لصالح د وليداتها، باش نهار اخر ما تندمشي. الخدمه ماشي عيب، الام تكون خدامه ماشي عيب، بالعكس هادوك راه تاهما كيعملوا واحد العمل اللي هو جبار، وعندهم تمارة، عندهم يعني الخدمة على برا وخدمة لداخل في الدار والعيال، ولكن هذا هو يعني ضروري خصها تقبل انها عندها جوج الخدمات. يعني الام اللي خدامة على برا وخدامة في الدار عندها جوج الخدمات، ما بالك اننا مثلا حنايا خدامين غير في مثلا في الدار راه كنخدموا 24 ساعة ل 24 ساعة. تخيل المرأة اللي خدامة على برا وتجي وخدمة 8 ساعات ديالها في الزنقة، وتجي تخدم عاوتاني 12 ساعة واحدة أخرى في الدار، يعني ما بين دوش لهم وتوكل لهم وتبدلهم. الله يحسن العوان على الجميع. انا بيدي غلط، انا بيدي في الاول غلط، من بعد بقيت كنشوف راسي ما شاف واحد الدوامه اللي ما يعني حلقه مفرغه، ويعني اللي كديروا اليوم كتعاود اليوم الله غادي الغلط كثر وكثر. ملي غلط قلت لا، وقف يسرى، نمط العيش خصو يتبدل بصفه نهائيه. دابا انا هادي عامين ملي خلقت لي بنتي، يعني في 2017، من موراها بشويه بدلت نمط العيش ديالي بصفه نهائيه. التغذيه السليمه، ولينا نعسو بكري، وليت يعني نعمل مع ولادي، كنلعب معاهم اكثر ما انني كنبقى غير بوحدي وخصني نتفاك منهم نعطيهم قشاوش ونسيبهم. يعني بدلت بزاف ديال الاشياء، انا غادي نعطيها لكم مرحله بمرحله، كيف ما ان المرحله اللي ما جا غادي تكون، يعني الحلقه اللي ما جا ان شاء الله غادي نهضر لكم على الهاتف والطفل،
لانني عاوتاني انا عانيت من هذا المشكل هذا مع ولدي، والحمد لله الحمد لله نقدت الموقف على بكري، ويعني خدمت شويه مطوره واستوعبت الفكره وديته عند الاخصائيين، لان التليفون خرج لي على ولدي، التلفازه خرجت لي على ولدي ملي كان عنده 6 شهور. المهم هذا الموضوع هذا غنهضروا فيه ان شاء الله في حلقه واحده اخرى. كاينه بزاف المواضيع اللي غنهضروا فيهم ان شاء الله بالتفاصيل ديال الممله. انا كنتمنى انكم تخليوا لي التعليقات ديالكم، وتخليوا لي يعني الاراء ديالكم، او لا تخليوا لي شي مواضيع باغي نتوما تهضروا فيها. ان شاء الله انا كما قلت لكم الموضوع اللي ما يجي ان شاء الله غادي يكون على الهاتف، وتاثيره على الاطفال ديالنا وتاثيره علينا حنايا. يعني حنا كنستعملوه بزاف، انا بيدي راه بديت كنحيد السلوكات، راه دابا غير حيت كنصور ما عندنا شي قفاص، يعني مي كنكون مشبراه عن مونتي اولا كنتفرج شي حاجه وليت كنعمل النظر ديال بروتيكسيون بصفه دائمه باش نحافظ على عيني، لان حنايا راه يعني ما ماشيش وكان صغار، وحنا ماشيين كان وغاديين في الكبر، الحمد لله الله يكبرنا على طاعه الله ورسوله. غير وكان خصنا الوقايه باش ما نوصلوش للعلاج، يعني نوقيو نفسنا ونوقيو وليداتنا اللي وليدات المستقبل، الفلادات الاكباد ديالنا، رحنا ضيعناهم رحنا رزيناهم. نهضر يعني على راسي انا، يعني كولدي رزيته في الفتره الاولى. دابا عندي بنيته من موراه ديك الاغلاط كل اللي عملت فيه، الحمد لله رانا عالجت. دابا نعطيكم الاسباب ونعطيكم العلاج ديالها، انا عالجت الموضوع، ولكن ما وليتش عاود تعملته مع بنتي الصغيره دابا اللي عندها عامين. يعني حيدت التليفون، حيدت التلفازه، ساعد المدنه كافيه باش يتفرجوا العيال، واخا كتقايل التلفازه شعله المونيكوس يعني عندهم التوقيت ديالو، ما يبقاوش العيال النهار كامل في المونيكوس، ما يبقاوش العيال النهار كامل هما بديك الاذاعه ديال الاذاعه اللي كيعملوا فيها الغناء ديال العربيه اجيال، ولا نسيت شنو الاسم ديالها بصراحه. يعني العيال سوي عاد المكانه ساعه ونص كاع ايدك ترتو، اذا كنتو نتوما للطب يعني صافي هادي، وهاد الساعات هادو ما تكونش متواصله يعني طوال اليوم. انا كنقول لكم هادشي عن تجربه ديالي الاليمه، انا راه كنت كنشوف ولدي وكنتالم ملي حسيت به ما بقاش كيهضر، ومشيت وعرفت الاسباب ودخلت في الانترنت وبحثت وشفت بان الاسباب الرئيسيه هي التلفازه والهاتف. نقض ولدي وديته للطبيب. ما انا كنقول الناس اللي عندها وليدات باقيين صغار عندهم 6 شهور للفوق، ردوا البال، تعذبوا، سمحوا في الشغل، سمحوا في كل شيء، وجلسوا حدا ولادكم. حيت انا كنت كنخلي ولدي قبل التلفازه وكنمشي نطيب ونمشي نعجن ونمشي نعمل الشغل، وولدي كيدعي لي قبل التلفازه، تفاجات في الاخر انه ما كيهضرش، انني خصني نديه للطبيب النوط. على العموم هذا موضوع غادي يكون الحلقه اللي ما جا ان شاء الله، ونتمنى انكم تحطوا لي التعليقات ديالكم كيف ما قلت والاراء ديالكم، ونتلاقى بكم في الحلقه القادمه. اللي غادي نقول لكم ان ما سخيتش بكم كالعاده، احنا كاملين سواسيه، راه انا ما كنقول لكم هذا الموضوع هذا باش يكونوا عندنا اطفال يعني المستقبل، يكونوا اطفال بنمو جيد، ونتلاقى بكم فرصه قادمه. الى اللقاء.